بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي اللعبة الافتتاحية على طاولة الكيرم أو البليارد مثل ما نسميها بالكويت. كانت بتاريخ 7/7/2017، وهي من تصميم وتنفيذ المبدع أخوي خالد الكندري أبو أحمد، ومشاركة أخونا علي الدريع حسين. نشوف لقطات من المباراة بالأول، وبعدين نخليكم مع تعليق أبو حسين على مراحل تصنيع الطاولة. أنت قاعد تصور ثلاث أشواط وشعل؟ هلا بأي ثوم؟ أول واحد ثلث ساعة لعب. ثلث ساعة؟ عندي لياقة. ماشي 500 كيلو يعني. 10 صادي. مريح. تبين فيها بعض ملاحظات شوية بس. لا أقصد يعني ما مثلا شوية تحرك ولا شيء. وهذا يحركها. هذه جامدة. لا هذاك يحركها. هذه قزة يحركها. يا ما تعلمت. شوف ما تتحرك. ها مناصر مناصر واحد يحرك. حرك 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 دي. صورته بس شغل الملاعب. ايوه باذن الله ان شاء الله خلص زود. بس 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 يلا طيب كمل. ما عندي عطى البودر. يا سلام عطى البودر. عطى البودر يمك احمد. صبر صبر تقدر. ما ابي ماك 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 ماك. الله انتصار الاول. اول انتصار. اول فوز. اتينو بسم الله الرحمن الرحيم. ان يوم الكاس ان الكاس. حق الجيش.
هذا الأخ خالد كندري، وإحنا في الورشة الآن لعمل طاولة كيرم بوليارد، اللي إحنا نسميها بالكويتي بوليارد. وهو قاعد الحين يخطط البوليارد أو الكيرم. طبعا هذه لحد الان هذه السطحه، طبعا الريل القاعده خالصه لها طبعا من اللون الاسود في السنتر. الحين ندخل اللون الاحمر وهذا بدايه اللون الاحمر. الاخ خالد يستعمل سلاح الانشاء عشان يسوي دوائر الكورنر مال اللعبة. نقدر نسوي دوائر للكورنر اللي تعزل بين اللاعبين. خط احمر ممنوع الاقتراب. تم عمل التخطيط الداخلي لتحديد مكان اللاعب الاول والثاني والثالث والرابع. باش مهندس خالد قاعد يرش الحين البوليارد او الكيرم سيلر. طبعا الحين باش مهندس خالد بدأ يرش مادة اللكر. هذا اللكر على اساس حماية الخشب بعد ما اخذت ويهين سيلر، تحمي الخشب من الرطوبة يعني. هذه مرحلة تثبيت الرجل على البوليارد نفسه. تمام 100 100. اوكي خالد الحين قاعد يركب الحماية الحديد حديد حق البوليارد عشان اذا صار فيها تجويسة او اي شيء الحديد يحمي. وهذه البوليارد جاهزة للعب. محمد بصار بقى خلي سلاح سن مني خلي سلاح سن مني ممنوع السحر في هذه ابراهيم ممنوع. زين خالد مبطله من تحت، زين مبطله من تحت. لا حق شيء شيء في الاعداد عشان يصير لها طعم. انا اول ما شفت بوغاتي مع الاسود بوغاتي. ما شاء الله ما شاء الله. يا هي يا هي يا هي يا تسميدك. ركز على هذه ابراهيم، ركز على الزخرفه هذه. شنو هذه اللي بكون فيها؟ والهذيل شفت الحصالات ركز عليهم. اخوه طاح.